الإخوة أنا عايشوا معكم الأجواء ديال التصوير، نقربكم الفائزين ونتولعوا في الطويرات كاملين. معنا واحد الفائزين عبد الباري من مدينة خريبكة. كدا أخويا عبد الباري؟ بخير، كلشي مزيان؟ السلام عليكم. مرحبا خويا بيا عندكم، مرحبا بكم عندي، تحياتي لكاع الموالي. كيف دازت الأجواء في المسابقة؟ قرب المشاهدين من أحسن الأحوال. الحاجة الوحيدة اللي كانوا الموالي شوية قلال، لأنك عارف بهذا الشيء ديال الفريخات مابقاش عندهم قيمة كما كنقولوا، ولكن الحمد لله كيبان لك كاين تحسن. مالنا أو الموالي على الأصلين، فهمتش؟ أو الناس اللي كيحبوا الولاعة اللي كيخدموا عليها هما اللي بقاو. خلاصة أنت من واحد منهم، لأنك جيتي حضرتي أنت والأخ حمادة، جيتوا وتابعتوا كل شيء ولحظة بلحظة، وبلا ما نعاودك راه كاين مشاعيب، كاين بزاف الناس ما كيعرفوش هذا الشيء، ولكن صراحة الناس اللي كيخدموا في السوشيال ميديا هما اللي كيعرفوا هذه الأبعاد اللي كيقوموا بها. وتحياتي ليكم في هذا المنبر هذا، الله يسر لكم الأمور، الله يخليكم ديما الولاعة. كانوا عندي الفراخ في البداله، وتحياتي لكاع المواليع. واش اللي غنقول لكم؟ واش كتنصح الشباب اخويا؟ اخويا شوف، كنصح الشباب اخويا عبد الباري الله يحفظك، بعدو كاع من البلاوات، قلب على شي حاجه اللي تحس بها بالراحه ديالك. ولهاد الولاعه هادي اقسم بالله راحه نفسانيه وولاعه، وكتخدم وكتجتهد باش توصل لواحد المستوى اللي توج به مع الحوت. الله يسهل عليكم. عبد الباري تحياتي خويا، وتحياتي الناس خريبكة كاملين. مرحبا خويا، الله ما يسر خويا. شكرا خويا. جاكيطة فينانية. اللي يبداو ماشي. فائز بالمركز الأول. السلام عليكم. عن الثقة والجدارة وبس. أهلا الإخوان. صف ديال البادج ديال رينبو. السلام عليكم. صرفنا بالاسم ديالك. المدينة ديالك؟ كازا نيتا. قلنا كي دازت اجواء المسابقة وكيفاش كان، واش كانت المنافسة قوية وهذي؟ الحمد لله كان المسابقة مزيانة، دازت اجواء عائلية، كانت منافسة قوية بالنسبة للسيف ديال الرينبو، لحقاش كان منافسة كثيرة. أنت كتشوف الأبطال هادو حصلتي على المراتب، هادو الفائزين ياك؟ الأول والثاني. الأول هذا هو المرتبة الأولى، وهذا الثانية، وهذه هذه الثانية المرتبة الثانية. هذه هادو كاملين إناث ياك؟ إناث. أه نسي الله يبارك. هذه الرابعة. اللي قلتيها البيست شو كيكون هو؟ الأول تكون الأول من الأولين. أه. في جميع الأصناف. ديمي قاسم. هي هذا انتي وياك؟ هذا بقى مع الماء كان في التحت. هو الماء في بادج رينبو. هادو تما طوارات داو لك هادو اللي لا؟ كاين ناس مخلطين. داو جولة على صف رينبو. الاخوان. كل الاخوان هادو الطيور المشاركه في الريبو، صيف الريبو. كيف ما شفنا الفائزين المرتبات الاوائل، هما هاد الاخوان. السلام عليكم. ياسر سعيد زوين بخير؟ صح مزيان. قرب المشاهدين الاجواء، كيفاش دازت المسابقه وكيف كانت المشاركه؟ لك الكلمة أخي سعد. الحمد لله هذه المسابقة كتكون في واحد الجامعة الوطنية ديالي عام الكلية، وكذلك المنظمة العالمية للبلاد في الدول. المشاركات كانت قياسية الحمد لله، ما قدرناش نتسناو هذا العدد ديال الطيور، عدد كبير بإذن الله، لتحكيم
المغربي والاقليم الاوروبي اللي هي دونك كانت مزيانه والاجواء كانت رائعه في الفيلم. شكرا لك خويا سعيد، نكملوا الجوله ديالنا نشوفوا هذا اللي داو في جرون بيرو في جيمز ليزي. شنو هو عادل؟ عادل هو عادل، خليتي سهله هو الاخوان صنف بادجي الانجليزي تولعوا بالمسألة. عادي هذا حطها في شي بلاصة الاخوان تولعوا اخوان المسابقه في كازا بن سودا نادي المغربي جمعيه بي سي ام يلا جي كلشي بخير اخويا سيمو. سيمو اللي داو في فيرجينز ليزي الاولين شد عادي انت هو عادي اللي داو عاوتاني كاين هذا الاول ديال عادي المايا عادي المايا راه غني عن التعريف الله يبارك هادي انت وياك الكلاسة الاولى هذا البيست ان شو كاين هذا شو البيست ان شو انت هو زيزو كاين حتى في الكريس غنشوفوهم حتى هما نكملو في باجي زيزو ندوزو الكريس هذا بروميير المرتبة الأولى شوفو الله يبارك هذا دوزيام هذا هنا تروازيام كاين هذا هنا دوزيام نبطل معاهم ستريسين شوية شوفوا هذا في الهوغو تروازيام هذا الاخوان هذا الماتش الاولى الاخوان الله يبارك الماتش الاولى ديال ايوب سامي في هذا الماتش الثانية المرتبة الثالثة كاين هذا هنا المرتبة الأولى في الكريست المرتبة الأولى الكريس روتور اللي مشاركين روتور اللي مشاركة في الكريس كاين هذا المرتبة الثانية
الاولى والاخوان في المرتبه الثانيه هذا المرتبه الثالثه مازال مكملين ندوزو لجهة الهوغو الهوغو اللي كلاصاو في الهوغو اللي كلاصاو الاولين ثلاثة الدريم ناضو اللي كلاصا بروميير دوزيام تروازيام هذا دوزيام تروازيام هو هذا سجل الثلاث هذوك اللي تما السنة بلاك بلاك وين الاولى دوزيام هذا محمد بوخري هذا من كازا تاوا من كازا تاوا ينتمي لهذه المدتين وكاين عاوتاني هنا في المرتبة الثانية تا هو خدا محمد بوخري المرتبة الثانية ثم الطيور اللي مشاركين في بلاك فيس سيمو هذاك الفريق ديال الهوكو بشاوي دوز اخويا انا سيمو سيف كالوبسوت تروازيام بلاس تروازيام بلاس هذا ديال عصام غلب تروازيام بلاس اللي دار بروميير بلاس بشاوي واقيلا هذا اللي هنا هذا اللي هنا ما عرفتش كلاسمون خدا ولكن راه عنده حتى هو ديال عصام غلب هادو هادو هما اللي مكلاسين الاولين كاين هنايا الالبينو هادو اللي مشاركين هناك اكثر هادو غير المشاركين طبعا المشاركه هذا العام الثاني على التوالي اللي كان اللي كيدخل فيه الكاروبسات المسابقه واليوم هذا العام هذا كان واحد كان واحد الرقم مزيان في المشاركه ديال الكاروبسات المشاركه و سي محمد سو كيفاش دازت الاجواء ديال المسابقه؟ الحمد لله الاجواء دازت يعني في اجواء ممتازه جدا يعني كان واحد الاقبال كبير على الطيور وعلى المشاركه ديالهم والحمد لله كنتمنى عاوتاني العام الجاي ان شاء الله يكون مستوى احسن من هذا ويكون الطيور يعني واحد القيمه اكثر ان شاء الله باذن الله. نكملوا الجوله ديالنا في السينو نشوفوا لها الطيور اللي خدات التصنيف يعني في المراتب الاولى هي هذه ديال المراتب الاولى البطل سي محمد سما كذا في اسم محمد دخل كل شيء مزيان الله يبارك فيك هادو بالنسبه للزيبرا هادو بالنسبه ديال الزيبرا الزيبرا الاناث الاول تكاسيت في المرتبه الثانيه والثالثه في الاناث وكاين واحد الاخ عثمان هو اللي تكاسى في المرتبه الاولى في الاناث في اللون وهادو الذكور في اللون الذكور في اللون اي الذكور في اللون هذا حصل على المرتبه الثالثه وهذا الذكر هو اللي حصل على المرتبه الاولى في اللون الله يبارك محمد هادو البلاك وين البلاك وين تكلاسيت فيهم دوزيام تروازيام هذا تروازيام وهذا الدوزيام اقول لهم شارك بالبلاك وين اقول لهم كل شيء كل شيء تقريبا احنا موانع وهذا لاسوينك في هوغوروما لاسوينك في هوغوروما يعني ما كانش كاع كلاسمون الا هالطير اللي تكلاسا بروبي ما كانت لا دوزيام لا تروازيام كاع نهائيا يعني الواحد الطائر الوحيد المعرض اللي كان عنده ستوندار قول لي تبارك الله راه تبان ايوا قبل ديالو الله يبارك خويا بغيت كيفاش هاد الصح دابا الموالع اللي بداو كي بداو زعما كيطلع لهم الدم وكداو يهربوا على الولاعه هذا المشكل دابا اللي كاين وهذا هو الالتحام اللي كاين مع اخوان بزاف على الصعيد الوطني يعني الا كنا كنديروا الهوايه من اجل الهوايه حاجه ولا كنا كنديروا التزاوج باش نبيعوا ونشريوا حاجه اخرى الا كنت انا واحد الانسان تعزيز عليه الهوايه تنصح ان الناس خصهم يصبروا ويخدموا داك الشيء مزيان يعني ماشي نقول خصني نقلب على كوبلا رخيصه باش نخدم لا ناخذ كوبلا مزيانه ونخدم عليها ونطورها لان التصوير والاحتكاك مع ناس اخرين هما اللي كيخليوك ويجعلوك انك تنافس مره اخرى وكنصح الاخوان يوليو يشاركوا بقوه ويشاركوا في مسابقات واحد القضيه حتى في الاخوان الاصدقاء ديالنا هنا بحال العزوف من ما كانوش باغيين يشاركوا وشاركوا وحرصوا على المراتب الاولى هنا في المعرض يعني خصنا جوج ناس ما كيتعلموش المستحيل والمغرور يعني خصني نتخطا
ونشوف الخطا ديالي باش نزيد لقدام. الا ما خطاش راه ما غنتعلمش. شكرا لك ومبروك لك وتبارك الله عليك. تحاولوا توصلوا هاد الافكار ولا هاد الهوايه الناس اخرين باش نحاولوا كاملين نديروا فيه ونجتمعوا باش نزيدوا بالهوايه. واحد المساله ضروري من التعطير، عافاكم الاخوان يدخلوا الجمعيات. ماشي نقول هاد الجمعيه اللي حنا فيها دابا سام، ولكن ضروري ان الناس تدخل الجمعيات باش يمكن واحد يكون واحد الاطار قانوني للولايه. شكرا اخي، تبارك الله عليك، اللهم يسلمك، مبروك لك. السلام عليكم اخي عصام، مبروك لك، كنتي خديتي المرتبه الاولى في كالوبسيتي. الحمد لله. واش من صنف اخر كلاسيتي؟ تروازيام في البيرلي. تروازيام في البيرلي. كيفاش كانت المسابقه؟ قرب الاخوان من الاجواء. كانت في محله زوينه وكانت مقيت مزيان وكان داك الشيء هو هذا تبارك الله. ما كاينش ديك القضيه ديال بك صاحبي الا انت معانا ولا ما معناش. انا ما كنعرفش واحد فيهم والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الاخوان كاملين هما هي باش اللي شجعونا وقالوا لي بانك تشارك والحمد لله جا الله تيسير. راه الخدمه ديال واحد عامين ثلاث سنين والحمد لله. تبارك الله هنا فين كتبانا. وباش كتنصح الاخوان ان دابا ولا كتشوفوا بحال العزوف على الولاعه وعلى المسابقات ما بقاش فيها داك المشاركه بقوه كما كان، باش كتنصح الاخوان مالاه؟ كنصح الاخوان ينساو خاصو يتولع، حيت حنا دايرين الولاعه، حنا ماشي دايرين حكا كوميرسيال كنبيعو ونشريو ولا هادي، فهمتي؟ حنا عندنا واحد الولاعه حب فيها ديال كنبغيوها، حنا كنبغي نحاولوا نطوروها، فهمتي؟ باش كنحاولوا كندير واحد الامتحان لراسنا حنا، باش نعرفوا بان راه الطيور راه واحد الامتحان، خاص كل واحد يعرف شنو دار، فهمتي؟ النتيجه الاخرى هي هادي، فهمتي؟ تيكون دار واحد العام عامين ثلاث سنين ديال الاجتهاد وربي راه ما كيخيبناش الحمد لله. بعدا وصلنا على المرتبه الاولى والمرتبه الثالثه الحمد لله باذن الله. مبروك لك خويا والله ما يسلمك، تحياتي لك. احنا الاخوان نكملوا كما شفنا مع الاخ في صنف ديال لي موندارا، نولعوكم نشوفوا الطيور اللي مشاركه. الاخوان الله يبارك. نكملوا في المنظرة. هشام خويا تتساليو تتساليو. السلام عليكم، احنا الاخوان مع فرشات ريش، راه غني عن التعريف هاي السمية ديالو. كي داير خويا بخير؟ مزيان. هو اللي كيصايب هاد لي تروفي معروف غني عن التعريف. كي داير خويا بخير مزيان؟ الله يطول عمرك. هي عندك هاد المنتوجات ديالك اليوم معروضين للبيع هادو لينا؟ هادو موديلات وكاين شي حوايج للبيع وهادشي هذا حاطين له موديلات على اساس جمعيات اخرين وهذه اللي بغات نشوفوا كل شيء باش نبداو خويا فرشات. كاينين هاد لي تروفي هادو، كاين دوك الوريضات بحال هادو. المهم راه الاخوان كاين اللي كيعرف كاين اللي ما كيعرفش. حنا بالنسبه للاخوان اللي ما كيعرفوش كنصاوبو السيبورات بحال هاد الخدمة هادي اللي شفنا بحال هاد السيبورات اللي هناك. هادي تقريبا كل الخدمة ديالنا، لا في السيبورات لا في الفوزة لا في هاد الوريضات، هو هذا مكان. أقول لك تكلفوا كل شيء اللي بغى مثلا هذا ياخذ أي حاجة من شي جمعية أخرى ولا من شي حاجة، ماشي مشكل ياك؟ غنكملوا تما نشوفوا ديك الصاله تما كتصايب هاد ديك الصاله ديال دابا حنا كنصايبوهم كنبيعوهم. وكاينه واحد الفكره اخرى هي ديال مثلا الانسان اللي عنده شي طيار عزيز عليه ولا شي عنده شي صوره مع شي طير وهذه بغى يخرجها على هذا الشكل، راه كنخرجوها هذه كونتير ديال مولاه كنخرجوها ليه. يجيب التصويره ديالو تخرجها بحال هاد الفورما هادي اللي بغا يحطها في الفاج ديالو ولا هادو، ماشي مشكل. بحال هاد الشكل هذا كيجيو بحال هكا في الفاج. هادو لي تروفي تاهما اللي بغا شي حاجه فيهم ياك؟ اللي عنده شي موديل عنده شي فكره ولا هادي راه كنصوبوها ليه. هما كاينين بزاف ديال الشكل ديالهم. ندوزو لي برودوي اللي كاينين. هادو اغلبيه عندنا ديال درس اللاقا، عندنا لي فيتامين، عندنا الكالسيوم، عندنا البريد، كاين الزوان، الماكله ديال الولاد. المهم كاين الخير، حنا جايبين غير الشونتيو. غير الشونتيو
باش كنعرفوا على هذه المنتوجات هذه بالنسبه للناس اللي ما كتعرفهاش. خويا النمره ديالك اللي بغى يتواصل معك، نمره التليفون هنايا عطيت النمره ديالي ماشي مشكل، ها هي النمره ديالي. قلنا هذيك 96 96 14 14، ها هي النمره ديال خويا فرشاد. واللي بغى شي حاجه كما قال اي موديل تصايبو ما كاينش مشكل. حنا المقر كاين عندنا مقر في كازا، وعندي عاوتاني المحل ديال الخدمه كاين في الدروه. الدروه فين كتخدم معاه؟ اه هما كيما شفتو. اللهم يسهل لك خويا فرشاد، تحياتي لك. انا الاخوان معنا البطل ايوب من مدينه اكادير، تحياتي للناس ديال اكادير. ديما تبارك الله في الروز والفيشر ديما الاولين ياك الناس ديال اكادير. هذا هنايا في الباربلو ياك، هذا المرتبه الثالثه ياك تروازيام في الباربلو. هذا اللي هنايا هذا اي وينغ نورمال ياك؟ اه اي وينغ جرين باش يطلع باش يبان مزيان. الاخوة الله يبارك. هذا تروازيام جاو ياك؟ اه المرتبة الثالثة. هادو تماطيو ديالك اللي مشارك بهم؟ اه قول لي هادو مكلاصاوش. بالنسبة قربنا للطفرات، هذا دومينون بايت جرين. دومينون بايت جرين. اه يعني هنايا باربلو. دابا الا كان شي مشكل في الطفار ولا في الريش بحال ما كيتكلاصاش كيتاليمينا. هنايا هادي هي عندها 87 نقطه اللي عندها ما عرفتش علاش. المهم هذا كيبقى راي ديال الحكم، عارفين حتى هي والحكم كيكون عارف. كيبقى هو اللي يعني الرؤيه الاخيره ديالو. هنايا هادي هي جرين جرين. الله يبارك. نشوفوا الطوائف الاخرى اللي لهيه. الله يبارك. رمينا في الكراس. اختار هو اللي كان نختار اللي كان في العام اللي فات رمينا في 2023 هو اللي كان في الجيكسون هاد العام. الله يبارك. هذا هو بروميا كلاس. هو اللي كان في الجيكسون هاد العام. اخوان الله يبارك، تحياتي لك خويا وتحياتي للناس ديال اكادير. مبروك عليك خويا، اللهم يسر تحياتي.